دكتور سمير، رأي حضرتك ايه؟ يعني القضية ليها أبعاد كثيرة فعلا، هل هذه السلاسل مخالفة للقانون؟ طيب، أولا أنا بشكر حضرتك وبشكر فريق الإعداد لدعوتي، وبحيي ولادي وزمايلي الصيادلة في جمهورية مصر العربية كلها. الحقيقة أنا مش حابب إن أنا أكون طرف من الطرفين اللي حضرتك قلتيهم، لأن أنا أستاذ في جامعة القاهرة من فترة طويلة، وأكاديمي، وحابب إن مهنة الصيدلة تطبق زي ما الكتاب بيقول، زي ما إحنا بنعلم الطلبة، بمعنى إن كل حاجة تتعمل زي ما الكتاب بيقول في كل الأمور. الكتاب بيقول ايه يا فندم في الكتاب الأزمة بيقول دي؟ حاجات كتير قوي، يمكن لو قعدنا 10 حلقات مش هنقدر نخلصها، لكن باختصار شديد قوي الكتاب بيقول صحة المريض أهم من الصيدلي، وأهم من الصيدلية، وأهم من النقابة، وأهم من الشركات، وأهم من كل ده. أنا التارجت بتاعي في النهاية إن المريض يخف ويلاقي الدواء بتاعه. خليني بس أقول في عجالة بين بوينتس كده عن الأمور، عشان يمكن الموضوع كباكج نعرف بيثار لي وش معنى دلوقتي وبيثار ازاي، والقضايا اللي تم الحصول على حكم فيها، هل الحكم ده بخصوص ان دي سلسلة من عدمه، هل القانون فعلا بيجرم السلاسل، كل الكلام ده امور ممكن تناقش. انا هلقي الضيء عليها في نقط بسيطة قوي عشان اتفضل يا الوقت. دكتور. اولا زي ما قلت لحضرتك، مهنة الصيدلة دي اللي تهمني، انا غيور عليها ان انا اشوف المهنة زي ما هل يا فندم السلاسل بتضر بالمهنة؟ لا، السلاسل ما بتضرش بالمهنة، والصيدلة ما بيضروش بالمهنة، المنظومة كلها. ايه في المنظومة؟ يعني مثلا النقابة اشارت انه السلاسل لا بتضر أنا أنا بالمهنة أنا بشكل او باخر، أوكي مش فقط من أنا خلال القانون، ولكن لا لا احتكار هي وتهرب من لا لا ضرائب، لا لا والحقيقة لا اتهامات كثير. إطلاقا. أنا هقول لك، هجاوبك على كل النقط دي بالتفصيل. اتفضل يا دكتور. موضوع السلاسل أخذ شكل قانوني من سنة 2000، ايوه، وكانت البداية ب3 سلاسل كبرى، واحدة منهم ساهمت بطريق أو بآخر، سواء سليم أو غير سليم، في شفاء آلاف المرضى من السرطان. ودي مشكلة يمكن ممكن نبقى نقول نتكلم عليها في جملة للاقتراح لحل ليها. قانون السلاسل ما هي إلا عبارة عن شركات استثمارية لوجستية وليست إدارة صيدلية. الصيدلية بيبقى عليها يافطتين، واحدة بتبقى تابعة للمحافظة وليس لأي حد من الجهات الصيدلية، سواء التفتيش الصيدلي أو نقابة الصيدلة أو إيفن وزارة الصحة، لها الحق دعوة. انه لهم دعوة بإيه؟ بما يسمى، وده كلام النقيب دكتور محيي في حديث معاه من يومين، لهم دعوة باليافطة الزجاجية اللي على الباب، اللي هي فيها إيه؟ مواعيد العمل، اسم المدير، ومالك الصيدلية. ما عدا ذلك لا، اليافطة التانية دي بتبقى تبع المحافظة كيافطة إعلان وبيدفع عليها فلوس، والقانون بيقول الأصل هو الإباحة وليس المنع. صحيح. القانون بيحدد إن أنت تحط لي اسم المدير واسم مالك الصيدلية، وإذا كان في اسم تجاري، بالمناسبة النقابة دلوقتي مش بتوافق عليه، ايه عشان تتعرف الصيدلية، لكن ما قالش ما تحطش.
ما قالش ما تحطش التعبان والكاس. كل الحاجات دي مباحة. ولما هي مش مباحة من 20 سنة وكل سنة السلاسل أو أصحاب هذه الصيدليات بيدفعوا للمحافظة فلوس اللي هي عطياهم التصريح باليافطة دي، طب لو هي مخالفة يشيلوها ليه؟ ما يشيلوهاش ليه أقصد؟